صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح النور، يعافيك دكتورة. الله يعافيكم. دقيقة بس شوي، الزوم بعرفش ماله اليوم الصبح، بس هي في ناس لسه عم تدخل، لو كان قابل يفتح منيح. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار قبل ما نبلش؟ حدا عنده أي سؤال؟ دكتورة بعيد منك، ممكن لو انه ترجعي لنا نعطينا اياه بالاول شو اسمه باول السلايدات هاي، اول 5 سلايدات بس بتعمل لنا عليه مراجعة سريعة. رح نرجع نحكي كله فيه. خلص تمام. إيه. اوكي، يعني هو نفس محاضرة اليوم اصلا هي تكملة، فرح نرجع نعيد كل شيء، بس مش مشكلة برضو بمر عليهم على السريع بس عشان انسى شيء يعني، بس هو غالبا رح نرجع نعيده. خلاص ان شاء الله. سلم ايدك دكتور. اهلا وليم. مين كمان عنده اي سؤال او استفسار؟ طبعا اليوم ان شاء الله بنخلص الشابتر، المرة الجاية بيكون في عندنا كويز وقت المحاضرة. الكويز راح يكون يعني اخر ربع ساعة غالبا، بخبركم عنه بداية المحاضرة الجاية. راح يكون دكتور بالشابتر 1 بشابتر 4، هو هذا الشابتر رقم 4. الشابتر هذا كامل تمام. اليوم المفروض نخلصه ان شاء الله. اوكي، هلا خلينا نبلش. اول شيء بهذا الشابتر احنا بنحكي بشكل عام عن المايكرو اوبريشنز. الهدف انه نبلش نتعرف كيف بصير الكمبيوتر ديزاين من جوا، كيف بنبلش نبني كمبيوتر فروم سكراتش، او خلينا نحكي فروم كومبوننتس اوريدي درسناها بالديجيتال. يعني احنا رح نمسك اللي اخذناه بالديجيتال ونجمعهم على بعض لنعمل كمبيوتر، رح نطلع بشيء بنسميه بيسك كمبيوتر. اوكي، هلا اهم شيء بدنا نعرفه انه ابسط عمليه بتتم بالجهاز بنسميها مايكرو اوبريشن، وهي العمليه بتحتاج لكلوك سايكل وحده عشان تتم. هلا المايكرو اوبريشن هي اصغر من الاوبريشن العاديه او اصغر من الانستراكشن. يعني اذا بدي اجي احكي مثلا مالتيبليكيشن، ما بحكي عن انستراكشن واحد، بحكي عن مجموعه من مايكرو اوبريشنز بيعملوا هاي العمليه اللي احنا بدنا اياها. اوكي، هلا الفكره انه بتنتقل الداتا من الريجسترز للاي ال يو، بتنعمل العمليه الحسابيه وبتتخزن مره ثانيه بالريجسترز within one clock cycle. اوكي، هلا اكثر من فانكشن ممكن نعمله حسب حاجتنا من المايكرو اوبريشن. هلا بالنسبه للانترنال اورجانيزيشن اوف الكمبيوتر، اي كمبيوتر بهمنا نعرف شو في عنده ريجسترز، بهمنا نعرف شو في عنده مايكرو اوبريشنز، وكيف الكنترول شغال. هلا الريجستر بيتم فيها التخزين، المايكرو اوبريشنز هي اللي بتحدد شو طبيعه الهاردوير الموجود عندنا، شو طبيعه الفانكشنال يونتس اللي موجوده عندنا، والكنترول سيجنلز هي اللي بتحكم حركه الداتا جوا الجهاز. اوكي، هلا عشان نعبر عن كل هذا الحكي بنستخدم لغه بنسميها RTL او Register Transfer Language، اللي هي Symbolic Language، بتبين كيف حركة الداتا بتتم جوا الجهاز وكيف الكنترول سيجنالز بيحكموا هاي الحركة. اوكي، هلا لما نيجي نتعامل مع ريجستر معين في عنا اكثر من شغلة بدنا ننتبه لها، انه احنا ممكن نتعامل مع الريجستر as a whole، يعني كقطعة واحدة زي الموجود هون. هلا ممكن نتعامل مع الريجستر بتحديد ايش كم بت موجود فيه هون، زي ما هون حكينا مثلا من الزيرو لعند ال 15. هلا ممكن نتعامل مع الريجستر كل بت على حده، يعني نشتغل بكل بت شغل معين، هاي اليوم كمان رح نحكي فيها. وممكن نتعامل مع الريجستر زي بورشن، جزء منه، يعني هون من 0 ل 7 مثلا سميناها اللو بايت، وهون الهاير بايت. طبعا نعرف انه هنا 16 بت معناته في عندي 2 بايت. اوكي، فحسب حاجتنا بنقدر نتعامل مع الريجسترز. هلا الار تي ال او الريجستر ترانسفير لانجويج بنكتبها بشكل زي هذا الشكل موجود هون. هلا هاي شو معناها؟ معناها انه الكونتنت اللي موجوده بار 1 راح تنتقل لعند الار 2. بس متى هذا، يعني متى راح يصير لي ترانسفير، متى راح تنتقل؟ راح تنتقل لما توصل الكلوك سايكل، إذا كان positive edge من عند من low لهاي عند rising edge،
إذا كان نيجاتيف إيدج من هاي للو عند الفولينج إيدج. هلا هون نفس الشيء رح ينقل الكونتنتس اللي بآر 1 على آر 2 بس متى؟ لما توصل اللي هي الكنترول سيجنال اللي بده إياها اللي هي البي تكون واحد. هلا إذا البي واحد ووصلت الكلوك بنقل الداتا، وصلت الكلوك والبي مش واحد ما بنقل الداتا. أوكي؟ هلا هاي الدياجرام اللي موجود أمامنا بيمثل العملية الموجودة هون، إنه أنا فعلياً بدي أنقل الداتا من R1 لعند الـ R2، طبعاً N بتمثل عدد البتس اللي موجودة، وكله مرتبط بالكلوك. هلا بهمني الكلوك تاعت الـ R2 لأنه هي اللي بدها تاخذ الداتا، مش بدنا نقرأ منها الداتا، بهمني دائماً اللي بده يقرأ هو اللي يكون مرتبط بالكلوك، اللي بدنا نقرأ منه مش مشكلة وين ما كان، المهم إنه الداتا جاهزة ووصلت الكلوك نقدر نحملها. هلا لأنها مشروطة بالبي برضه محكومة باللود سيجنال. المرة الماضية فرجيتكم الريجستر وفرجيتكم شو يعني لود سيجنال. لود سيجنال هي سيجنال إذا كانت أكتف بقدر يقرأ، يعني بقدر ينقل الداتا من R1 ل R2، أما إذا كانت إن أكتف ما بقدر يقرأ الداتا، حتى لو كانت الداتا جاهزة على مدخل أو على الانبوتس لا ال R2، بس هو فعليا ما بيحملها لأنه اللود عنده مش أكتف. طبعا هذا الدياجرام بيبين لي انه حتى لو هون وصلت بوزيتيف ايدج واللود زيرو ما راح يحمل داتا، هون في عندي بوزيتيف ايدج واللود لسه كان قبليها زيرو ما راح يحمل داتا، هون وصلت بوزيتيف ايدج واللود كان اوريدي 1 هون راح يصير في عندي ترانسفير، هون راح يحمل الداتا اللي هو بده اياها. اوكي هلا بالنسبه لهون هاي بلخص لي شو السيمبلز اللي بنستخدمها بهاي اللغه اللي هي الار تي ار ريجستر ترانسفير لانجويج. هلا اول شيء بنستخدم دائما الكابيتال ليترز لاسماء الريجسترز، زي هون مثلا ميموري ادرس ريجستر او الار 2 ار 1، في كمان ريجسترز سبيشال ريجسترز مثل البروجرام كاونتر بي سي او الادرس ريجستر اي ار، ففي مجموعه من الريجسترز. هلا البارنثيسز الاقواس هذول لما استعملهم بيكون قصدي فيهم بدي استعمل جزء من الريجستر، يعني هون مثلا بدي اخذ بس من 0 ل 7 بالار 2 مش كل الريجستر، يعني بس بدي اتعامل مع هذول البيتس. هون مثلا بدي اخذ بس اللو اللي هو برضه من 0 ل 7. هلا الارو السهم ببين لي انه صار في عندي ترانسفير وبكون من اتجاهه من السورس للديستنيشن، يعني هون انا عندي السورس اللي هو الار 1 والديستنيشن هو الـ R2. هلا الكولون لما نشوف نقطتين فوق بعض معناته أنا في عندي هون control function، يعني في control لازم الكنترول تكون قيمته true عشان يقدر يعمل العملية اللي بده يعملها أو المايكرو أوبريشن اللي بده يشتغلها. مثلا هون الـ P ونقطتين فوق بعض معناته أنا بدي إياه يشتغل الـ P لما تصير true يحمل الريجستر ينقل الداتا whatever. هلا نيجي على الكوما الفاصلة، الفاصلة بنستخدمها لنفصل بين أكثر من مايكرو أوبريشن، وعادة نحتاج نفصل بين أكثر من مايكرو أوبريشن لما بدي إياهم يتموا بنفس اللحظة بنفس الكلوك سايكل، فباجي بكتبهم على نفس السطر وبفصل بينهم بالكوما العادي. أي سؤال لهون؟ هي رجعنا مرقنا على السريع على السلايدات. هلا هون بدنا نبلش نحكي عن بس and memory transfer. هلا هون بدنا نبلش نحكي شوي كيف الاركيتكتشر للباص. هلا الباص هو عباره عن ناقل للداتا. اوكي يعني لو انا عندي سيستم بيشتغل على 16 بت معناته بدي اتوقع ان في عندي 16 واير ينقلوا الداتا او 16 باص او خلينا نحكي 16 لاين بنقلوا الداتا. هلا كلهم كولكتيفلي مع بعض بنسميهم باص. فالباص برضه اسم ثاني بنستعمله كثير اللي هو data path اللي هو الجروب of wires كلهم مع بعض بسميهم data path أو bus over which information is transferred from any of several sources to several destinations. فهي الفكرة أنا في عندي register file كامل. طبعا لما أحكي register file بحكي عن كل الregisters اللي موجودة عندنا بالسيستم. فأنا في عندي register file كامل. register file ممكن فيه 5 ريجسترز 10 ريجسترز قد ما بدنا. هلا المثال اللي موجود قدامنا كم ريجستر في عنا؟ في عنا 4 ريجسترز اللي هم ريجستر A و B و C و D. اوكي فالباص هو اللي بنقل الداتا من اي واحد من هدول الاربعه لاي واحد من هدول الاربعه.
هو مثلا بده ينقل من الاي للبي، فعليا من الاي للباص راح ينقل ومن الباص للبي. يعني هو خلينا نحكي حلقه الوصل بين هاي الريجسترز كلياتها، يعني ما في دايركت كونكشن بين الاي والبي هيك. اوكي هيك ما عندنا دايركت كونكشن، هاي دايركت كونكشن انه عن طريق الباص لاينز. اوكي هلا ايش هو الباص او هذا الخط هيك شو بيمثل؟ هذا الخط اللي هيك عمل لي اياه خط واحد. اكيد من المره الماضيه اذا بتتذكروا حكيت لكم الاوتبوتس للديجيتال سيجنالز ما بنقدر نشبكهم على خط واحد لانه راح ياثروا على بعض وراح يعملوا مشكله لبعض. هلا فعليا لازم يكون في إشي هون بس احنا بنمثله بخط، فالإشي اللي موجود اللي هو الدياجرام اللي موجود هون. هلا نيجي هون، هلا هاد عباره عن مجموعه من المالتيبلكسرز. عدد المالتيبلكسرز هون بيساوي عدد البيتس اللي موجودين بالسيستم، لانه كل مالتيبلكسر بده يعطي لاين واحد، يعني بده يعطي بت واحده. اوكي فهلا هون اول ملاحظه بدنا ننتبهها دائما انه نمبر اوف مالتيبلكسرز بيساوي عدد البيتس اللي موجودين. هاي شايفين هون كيف البت الاولى عطيناها للاول، الثاني للثاني، الثالث للثالث، والرابع للرابع. ففعليا انا عندي عدد مالتيبلكسرز بيساوي عدد البيتس اللي موجوده عندنا بالسيستم. اوكي هاي اول شغله بدنا ننتبه لها. هلا الشغله الثانيه، عدد الانبوتس لكل مالتيبلكسر لازم يساوي عدد الريجسترز الموجوده عندنا. يعني شايفين هون هاي البت جاي من الاي، هاي من البي، هاي من السي، هاي من الدي. لو عندي اي ما بيكفيني 4 باي 1 ريجستر، راح احتاج سوري مالتيبلكسر، راح احتاج مالتيبلكسر اكبر. اوكي فهلا عدد الانبوتس اللي موجوده على المالتيبلكسر بتساوي عدد الريجسترز الموجودين عندي. يعني لو كان عندي مثلا 6 ريجسترز ما بيكفيني 4 باي 1، بروح استخدم 8 باي 1 ريجستر وبستخدم اول 6 انبوتس من اللي موجودين عنده. عندي 10 ريجسترز بروح بجيب 16 باي 1 ريجستر بستخدم اول 10 خطوط موجوده عنده والباقي ما بستخدمهم. واضح لهون؟ واضح تمام. في اسئله؟ لا لا. اوكي هلا خلينا نشوف كيف بده يشتغل هذا الباص سيستم. هذا هيك كله صار عندي الباص سيستم. شايفين هنا السيلكشن لاينز اللي موجوده هون، هاي بسميها سورس سيلكشن، هاي بختار من عن طريق هالمصدر. خلينا شوي ننسى التيبل نيجي هون. لو كانوا التنتين زيرو زيرو اوكي فمعناته انا راح اختار هذا الانبوت اللي هو جاي من ال A1 وراح اختار هذا الانبوت اللي هو جاي من ال A2 وهذا جاي من ال A3 وهذا جاي من ال A4. يعني فعليا اللي راح يظهر عندي على الاوتبوت هاي ال A0 وهاي راح تكون ال A1 وهاي راح تكون ال A2 وهاي ال A3. يعني مين اللي انتقلت الداتا تاعته على الاربع لاينز اللي هم اصلا راح يكونوا جاهزين للاوتبوت اللي هو ريجستر مين؟ ايه كل البتس الموجوده بالريجستر A هي اللي انتقلت. طب نيجي على السلكشن لاينز نعملهم 0 1، مين راح ياخذ؟ اذا بدنا نشتغل 0 1 يعني هذا الانبوت، هاد وهاد وهاد وهاد، معناته نقلنا مين؟ البي. اوكي لو اخذنا 1 0 راح ينتقل مين عندي؟ السي. لو اخذنا 1 1 راح ينتقل مين؟ الدي. اوكي طبعا هاي بدنا ننتبه لها انه احنا قرأنا من الريجسترز وحطيناهم على الوايرز، يعني جبناهم من الريجستر وجهزناهم على الوايرز. هلا قرأنا من الريجسترز معناته هدول شو هم؟ هدول سورس. اوكي هدول لما مثلا اجي احكي نيجي مثلا حسب الارقام اللي او سوري السيمبلز اللي هون، لو اجي احكي انه البي بدها تاخذ الكونتنتس اللي بالاي، معناته الاكس والواي شو بدهم يكونوا؟ اه
هون الاكس والواي ايش راح يكونوا؟ 00 ولا 01؟ انا بدي اقرا من مين؟ 00. انا بدي اقرا من مين يا جماعه؟ بدي اقرا من A ولا من B؟ من B. بدي اقرا من A وأقرأ B. على B. اوكي هلا بما اني انا بدي اقرا من ال A معناته لازم ال A هي اللي تطلع على الخطوط اللي عندي. هلا هون احنا بس بنحكي عن القراءه، لسه ما حكينا عن الكتابه، واضحه؟ فهلا هون انا بدي اقرا من ال A وبدي ابعتها لل B، فبدي اجهز ال A، معناته مين بختار؟ ال X وال Y بدي اياهم يكونوا 0 و 0، فهيك بكون انا جهزتهم على اللاينز. مين عنده اي سؤال؟ هلا رح نشوف كيف بدي اعطيهم لل B، مش هون انا قراتهم من ال A وجهزتهم على اللاينز هون، يعني هون صار في عندي ال A جاهزه. هلا بدي اشوف كيف بدي اعطيهم لل B. اوكي هلا نيجي هون. هلا مين حكينا صار جاهز على البس لاينز بمثالنا اللي هو نفسه انه البي بدها تاخذ الاي؟ اوريدي هناك اخترنا الاي، خليناهم يطلعوا من المالتيبلكسرز كل البيتس تبعون الاي وحطيناهم على اللاين برا، فصار جاهز عندي على البس لاينز اللي هي الاي. هلا لمين بدي اعطيهم؟ للبي. هلا كيف بدي اعطيهم للبي؟ بعمل اللود سيجنال تاعت البي 1 والباقي زيروز. اوكي هلا مين احسن طريقه اني اشغل شغله واطفي الباقي؟ اللي هي استخدم ايش؟ ديكودر. اوكي فهلا انا باجي على الديكودر بقول له، خلينا نفترض انه هاي هون شوي بالمثال تغيرت الاسماء، بدي افترض انه هذا الاي وهذا البي وهذا السي وهاد الدي. اوكي فهلا هون انا مين بدي اللي يحمل الداتا اللي هي موجوده وجاهزه، اللي هي الداتا اللي موجوده بالاي؟ انا بدي اللي يحملها هذا الريجستر اللي هو سميته بي، معناته بدي الدي هاي، بدي هاي دي 1 هي اللي تكون 1 والباقي كلهم يكونوا 0. هلا هيك لا الاي ولا السي ولا الدي رح يقدروا يحملوا الداتا لانه اللود تاعتهم ان اكتف. مين اللي رح يقدر يحمل الداتا لانه اللود تاعته شغاله؟ اللي هو البي، فبيقدر ياخذ الداتا. هلا عشان اشغل البي واخلي عندها 1 معناته هون بدي اختار ال 0 1 للسيجنال عشان اختار البي، وبدي الانيبل تكون 1، فهون بدي احط 1 والدبليو بدي اعملها 0 وهون بدي اعمل 1، فهيك بكون اخترت الدي 1. واضحة؟ واضحة كيف انه بنشتغل على مرحلتين، المرحلة الأولى السورس بنحطه على اللاينز، والمرحلة الثانية بنقرأ من اللاينز على الريجستر اللي بدنا اياه بانه احنا نشغل اللود سيجنال. دكتورة يس الاي بتمثل اللود؟ لا الاي انيبل. هلا اذا الاي 1 بختار واحد فيهم يقرأ الداتا، إذا الـ E0 ولا واحد رح يقرأ الداتا. تمام. اوكي؟ هي هون ممثل إياها، إذا الـ E0 بغض النظر عن الـ W والـ Z none no register is loaded. هلا هاي برضو إلها حاجتها لأنه مرات أنا ما بدي ريجسترز يقرأوا داتا. يعني ممكن تيجي سايكل ولا ريجستر لازم يقرأ، فهون بخلي الـ Enable 0. هلا إذا في ريجستر بده يقرأ بعمل الـ Enable 1 وبختار السليكشن مين اللي لازم يقرأ. اوكي فهاي نستخدمها عشان ديستنيشن سيلكشن، عشان يختار الديستنيشن اللي بده اياه. تمام واضح؟ اي سؤال؟ اوكي ننتقل للموضوع اللي بعده اللي هو التراي ستيت او ثري ستيت بفر، حكيت لكم عنه من المره الماضيه. هلا التراي ستيت بفر بنستعمله بدل المالتيبلكسرز اللي موجودين. اوكي يعني هون لاحظوا انها لا السورس. هلا اول شيء فكره الثري ستيت بفرز اذا بتتذكروها انه في لها كنترول سيجنال، اذا الكنترول 1 بنقل الانبوت للاوتبوت، اذا الكنترول 0 بتصرف كانها هاي امبيدنس، اذا بتتذكروا كمان مثلت لكم اياها باوبن سيركت. هاي الاي وهي الواي. اوكي ف
فإذا الكنترول زيرو ما بتكون open circuit. هلأ نيجي على الديكودر. طبعا الإي إذا كانت one enabled وكان عندي مثلا هنا زيرو زيرو أوكي، فهاي راح تكون one والباقي كلهم zeros. معناته هون الإي راح تنقل الداتا على الخط وهدول كلهم راح يكونوا open circuit. واضح؟ هلأ لو اجينا حت كان انه الاكس والواي كانوا 0 1 فهاي اللي راح تشتغل تكون خط شورت سيركت والباقي كلهم راح يكونوا اوبن سيركت. فهيك بنقدر نختار السورس اللي احنا بدنا اياه. هاي مره ثانيه اذا الانيبل 0 ما راح يختار من حدا، ما راح يقرا داتا. هلا اذا الانيبل 0 كلهم 0 فكلهم اوبن سيركت. اذا الانيبل 1 حسب الاكس والواي بقرر مين الريجستر بين الاي والدي والاي والبي والسي والدي اللي راح ياخذها لعنده. واضح؟ مين عنده اي سؤال؟ يعني مهندس عشان نعمل بس كامل نحتاج لديكودرز وماكسز وتراي ستيت بفر. لا يا ماكسز يا تراي ستيت بفر، يعني هاي يا هاي يا هاي الرسمه. اوكي اوكي. فيا اما بس هون طبعا على الديستنيشن لازم ديكودر لانه هي بدنا نعمل اكتيفيشن لللود سيجنال. على السورس يا اما مالتيبلكسرز يا اما ديكودرز مع تراي ستيت بفر. واذا بترجعوا للسلايدات اللي حكيناهم المره الماضيه هاي هيك كلها كسيركت هيك صارت مالتيبلكسر. هذا ديزاين للمالتيبلكسر. اوكي اي سؤال عن الريجسترز؟ هلا بدنا نيجي نحكي عن الميموري ترانسفير. اوكي اول شيء ايش هي الميموري؟ الميموري نقدر نتخيلها انها اري بنخزن فيها بيتس. اوكي يعني نتخيلها انها هي عباره عن اري في لها روز وكولمز بنخزن فيها الداتا اللي احنا بدنا اياها. هلا بالنسبه لنا الميموري فعليا إذا بدنا نستعمل كمجموعات إحنا بناخدها كل رو لحال. يعني هاي هيك نعتبرها entity واحدة، نعتبرها بلوك واحد. طبعا هي جوا في عنا مجموعة من البتس. أوكي بغض النظر شو هم، يعني في عندي مجموعة من البتس. هدول البتس بمثلوا الدايمنشن الثاني، بس فعليا نتعامل مع الميموري as one dimensional array، بس كل واحد من الدايمنشن هو مجموعة من البتس. أوكي فهي بالنهاية array، هي بالأصل two dimensional array، بس إحنا بناخدها خلينا نحكي per row نتعامل معها بالأسطر، وبناخد كل ال elements الموجودين بالسطر نتعامل معهم ك entity واحدة، كجزء واحد، كبلوك واحد. أوكي هاي أول إشي بالنسبة ل design الميموري. هلأ شغلة تانية موجودة بالميموري إنه كل واحد من هدول الروز إله إندكس معين. يعني هذا الإندكس إله 0، هذا الإندكس إله 1، هذا الإندكس إله 2 لعند السايز كامل للأري. أوكي يعني ممكن هنا يكون في عندي وورد، طبعا بنسمي الرو الواحد وورد. هلأ هاي الوورد ممكن مثلا 1200 whatever كان الإندكس تبعها. أوكي فهلأ هاي الإندسيز الموجودة هون هدول بنسميهم أدرس. اوكي هدول سوري هدول بنسميهم ادرس. ماشي هلا كمان شغله كثير مهمه انه الميموري احنا في عندنا تو اوبريشنز نستعملهم بالميموري، في عندنا الريد وفي عندنا الرايت. اوكي الريد انه بنقرا من الميموري والرايت انه بنكتب على الميموري. ماشي هلا عشان اقرا وورد معينة من الميموري لازم أحدد وين موجودة، فهاي اللي بستخدم لها الأدرس اللي موجود هون. أوكي فأنا بشوف الأدرس وبروح على الأدرس وبنقله على الريجستر عشان أقرأه. هلأ بدي أكتب على الميموري نفس الشيء، لازم أحدد وين بدي أكتب، فبحدد وين الأدرس وبروح بقرأ من الريجستر وبحط جوا الميموري. أوكي فهلأ بالنسبة لنا للميموري في عنا
اوكي بس عشان ما نلخبط كثير الرسمه. اوكي هلا انا بيهمني في عندي ريد وفي عندي رايت. اوكي هلا الريد بدي اقرا من الميموري، يعني خلينا نمثلها بار تي ال. الريد هي من الميموري للريجستر. اوكي والرايت هي من الريجستر للميموري. اوكي هذول العمليتين اللي بيتموا مع الميموري. هلا الريجستر اللي مرتبط دايركتلي بالميموري بنسميه داتا ريجستر زي ما هو ظاهر امامكم دي ار. هلا الدي ار في سهم طالع منه للميموري وفي سهم نازل من الميموري لعنده. هاي معناها انه الداتا او الترانسفير للداتا هون باي دايركشنال، يعني ممكن يكون من الميموري للريجستر وممكن يكون من الريجستر للميموري. اوكي هلا عشان نقرر اي وورد بالميموري اللي بدنا نقراها بدنا الادرس تبعها. الادرس بيكون موجود بالادرس ريجستر. اوكي يعني فعليا الجزء من الميموري اللي بده ينتقل بالريد من الميموري لا عند الريجستر وين بيكون مخزن؟ بالادرس ريجستر. اوكي هاي هيك معناها انه روح شوف لشو الكونتنت اللي بالادرس ريجستر عشان نعرف مين الوورد اللي بدنا نقراها ونحطها على الداتا ريجستر. يعني حتى الريجستر هون اللي بيقرا الداتا هو الدي ار. اوكي هلا نفس الشيء بالنسبه للرايت. الرايت بنقرر مين هو الريجستر، سوري مين هو اللوكيشن اللي بدنا نكتب عليه عن طريق الادرس ريجستر، وبعدين بنقرا من الداتا ريجستر على الميموري. واضح لهون؟ مين عنده اي سؤال؟ هاي عنا التو اوبريشنز اللي حكيت عنهم، انهم الريد من الميموري لا الداتا ريجستر والرايت من الداتا ريجستر لا عند الميموري. طبعا حاجتنا هون للاي ار عشان نعرف اي وورد اللي بنحكي عنها او من وين بالضبط بالميموري، لانه احنا بنعرف الميموري سايز لها كبير فيها كثير داتا، بس مين من هاي الداتا انا بدي بقرر بناء على اللي موجود بالادرس ريجستر. اي سؤال على الميموري؟ اوكي هلا هذا التيبل بلخص لي اللي هم summary of register transfer micro operations. هلا زي ما حكيت لكم من قبل لما اجي احكي من B ل A معناته السورس عندي B والديستنيشن A، بدي انقل الداتا من ال B لل A. هلا هون بدي انقل الداتا من الداتا ريجستر لعند الادرس ريجستر. هلا في شغله بدنا نعرفها انه بالمايكرو كمبيوتر اللي رح بيسك كمبيوتر اللي رح نشتغل عليه الادرس ريجستر 12 بت والداتا ريجستر 16 بت. فاذا انا بدي انقل جزء من الداتا ريجستر اللي هو 16 بت على الادرس ريجستر اللي هو 11 بت فراح اخذ بس بورشن جزء منه. اوكي فهلا هذا الجزء اللي بخص بس الادرس بيكون بنسميه اي دي. اوكي الادرس بورشن اللي موجود بالداتا ريجستر فهو راح يكون بيتس من 0 ل 10 او من 0 ل 11 اذا كان 12 بت. على كل احنا بنشوف كم بت موجوده هون وبناخذ بس بعددهم بيتس من الموجودين بالداتا ريجستر. طبعا هون ما راح اقدر اوضحها، لا افرجيكم الدياجرام كامل وافرجيكم كيف حركه الداتا بتتم. هلا كمان شغله اذا بدي انقل كونستنت على الاي بحطها انا بس باينري ريبريزنتيشن للرقم اللي بدي اياه وبنقله على الاي. هلا اذا بدي انقل الار 1 للاي باس دكتور لو سمحت بس الثالثه كيف؟ ايه الثالثه الثالثة انه انا في عندي كونستنت بدي اعطيه لرجستر معين قيمة ثابتة. اه تمام بس بحط هنا الباينري ريبريزنتيشن لإلها قيمتها بالباينري. اه تمام مثلا بدي احط 5 شو بحط؟ 101. اوكي تمام في عندي كوما. حكينا شو الكوما؟ انه في تو مايكرو اوبريشنز بيتموا بنفس الوقت. طبعا انتبهوا انه ضايل اقل من 10 دقائق، اذا خلصت المحاضره
بترجعوا بعد بتعطوني 3 4 دقائق وترجعوا تشبكوا مره ثانيه. اوكي فهلا هون اذا في كوما معناته انا في عندي 2 مايكرو اوبريشنز بدهم يتموا بنفس الوقت. هاي معناها انه الار 1 راح تروح على الاي باس وبنفس الوقت الكونتنتس اللي بالاي باس راح تروح على الار 2. اوكي طبعا هدول ما بتضاربوا. بدنا نعرف شغله انه هون التنتين هدول ما بتضاربوا. هلا اللي بصير انه الار 1 بتكون جاهز الداتا لها بتنتقل على الاي باس مجرد ما وصلت للكلوك، والداتا اللي على الاي باس بتنتقل للار 2 مجرد ما وصلت للكلوك. فالداتا اللي اصلا كانت على الاي باس بتنتقل للار 2 والداتا اللي بالار 1 بتنتقل للاي باس. ففعليا هم صاروا العمليتين بنفس اللحظه فما بتعارضوا، كل واحد باخذ الداتا اللي بتخصه. هلا حكيت لكم الاي ار هو ادريس ريجستر، الدي ار هو داتا ريجستر، الام اوف ار اللي هي الميموري وورد اللي الادرس لها ار، يعني هاي الار هون بتمثل الادرس. اوكي فبنشوف شو الادرس اللي بدنا اياه بنروح على الميموري اليمنت اللي بدنا اياه. هلا هون الام باي مكان بنحكي مع الام، احنا فعليا بنحكي عن الام اوف اي ار، بنحكي عن الميموري اللي موجود، او خلينا نحكي اللوكيشن اللي بالميموري اللي الادرس تبعه موجود على الاي ار. هلا هون من الميموري للدي ار شو سميناها هاي العمليه؟ ريد اوبريشن. من الدي ار للام او للميموري سميناها الرايت اوبريشن. مين عنده اي سؤال؟ هلا نرجع مره ثانيه نشوف شو هي انواع المايكرو اوبريشنز. طبعا اوريدي احنا درسنا من انواع المايكرو اوبريشنز اللي هي الريجستر ترانسفير اوبريشنز، شفناها بين الريجستر والريجستر وبين الميموري والريجسترز. هلا شو رح نتعرف على الاريثمتيك اوبريشنز، رح نتعرف على اللوجيك اوبريشنز وعلى الشيفت مايكرو اوبريشن. طبعا كلهم مايكرو اوبريشنز. اوكي هلا نيجي على اول مجموعه اللي هي الاريثمتيك مايكرو اوبريشنز. من اسمها اريثمتيك يعني هي العمليات الحسابيه اللي بنعملها. اوكي هلا عندي هون لما اجي احكي ار1 بلس ار2 وبدهم يروحوا على ار3، اول شيء السيمبلز اللي بنستخدمهم بهذا الجزء او بالار تي ال هدول اريثمتيك، يعني لما اشوف البلس بعتمد انها جمع مش اور زي اللوجيك. اوكي فهون البلس معناها جمع، الماينس طرح، الدوت اللي هي ضرب. اوكي مش انه زي الاند والاور. هلا هون شو بده يعمل؟ بده يقرا الكونتنتس اللي بالار 1 يجمعها للكونتنتس اللي بالار 2 والنتيجه وين بده يحطها؟ بالار 3. اوكي هلا الثاني شو بده يعمل؟ بده يقرا الار 1 يطرح منها الار 2 ويحطها بالار 3. الثالثة ياخذ الكومبلمنت الار 2 ويعملها كومبلمنت. الرابعة بده ياخذ الار 2 ويعملها كومبلمنت، شو بده يرجع يزيد لها؟ واحد. يعني هون شو اشتغل؟ توز كومبلمنت. مش التوز كومبلمنت هي الكومبلمنت زائد واحد او الوانز كومبلمنت زائد واحد، فرح يشتغل هون توز كومبلمنت. طيب هون لما نحكي ار 1 زائد ار 2 كومبلمنت زائد 1، ايش هاي العملية؟ المرة الماضية حكينا عنها. الار 1 زائد التوز كومبلمنت للار 2 شو صارت؟ طرح. طرح سبتراكشن. اوكي هلا لما بدي ازيد على الار 1 1 بنسميها انكريمنت، ولما بدي انقص من الار 1 1 بسميها ديكريمنت. هاي هي العمليات الحسابيه اللي راح نشوفها بهذا البيسك كمبيوتر. هلا اول شيء راح نبلش بالباينري ادر، فرجيتكم اياها المره الماضيه. مين عنده اي سؤال عليها؟ طبعا بنجيب مجموعه من الفول ادرز نعملهم كاسكيدنج من عند السي من عند الكاري، وبندخل كل بت على واحد من الادرز. هاي بت 0 من الرقمين وبت 1 من الرقمين، بت 2 بت 3. طبعا هون لازم نستخدم فول ادر لانه احنا بدنا كاري ان، وبدنا كل مره الكاري ينتقل من بت للي بعديها، فبنحتاج لفول ادر يقدر يقرا الكاري ان اللي جاي من البت اللي قبلها. واضح؟ هذا اسمه باينري ادر سبتراكتر، متذكرينه؟ هلا هون حكينا الام هي اللي بتتحكم،
هلا اذا الام عندي هون كانت 0 رح يدخل على الكاري ان 0 رح يدخل هون زيروز. اوكي هلا اكس اكس اورد مع 0 بتعطيني الاكس نفسها من هون رح يمرق البي 0 نفسها بدون كومبلمنت وهون رح يمرق فبضل العملية جمع. اوكي فهون بضل العملية جمع. طب لو كان بدل الزيرو 1 وهون هدول كلهم 1 شو رح يصير؟ رح يمرق مش البي رح يمرق البي من كومبلمنت. فايش رح وهون رح يمرق 1 فاي زائد بي كومبلمنت زائد 1 شو صارت؟ عملية طرح. اوكي باينري انكريمنتر الباينري انكريمنتر بجيب الداتا اللي بريجستر واحد بجمع لها واحد يعني ما بدي تو ريجسترز انا عندي 1 ريجستر وهذا الريجستر بدي اجمع له واحد فبكفيني هاف ادر باخذ البيتس اللي بالرقم اللي عندي اوكي وبجمع لهم كم واحد طبعا هون ممكن يطلع معي كاري بخلي الكاري هو الاوبرند الثاني للهاف ادر واضح اي سؤال لهون ترى بس عيد الباينري انكريمنت هاي اول الانكريمنتر اه هلا هون الهاف ادر كم انبوت بياخذ ياخذ بس تو انبوت وبعطيني اس و سي سام وكاري اوكي فأنا بجيب البت تاعون الرقم اللي بدي أزيد لهم واحد وعند أول بت بضيف واحد هاي هون ضفت واحد هلأ بطلع معي السم بعد الجمع والكاري بخليه هو الأوبرند الثاني للهاف آدم يعني بخلي الكاسكيدينج هون أوكي وبكمل بنفس الطريقة واضح؟ آه تمام أوكي مين عنده أي سؤال لهون؟ هلا هذا الدياجرام بيمثل لي الاريثمتيك سيركت كامله طبعا هون بنفس الطريقه كيف شفنا هون الادر سبتراكتر اوكي بس هاي المره مش بس خيارين عندي في عندي كم خيار بالمالتيبلكسر اربع خيارات وفي عندي السي ان رح تحكم معه هلا طلعوا هون الفول ادر الانبوت الاولاني مشبوك دايركتلي على الاي يعني هاي الـ A0 directly على الـ X0 والـ A1 directly على الـ X1 واضح والـ A2 directly على الـ X2 اوكي هلا الـ Y0 جاي من وين من الماكس بتعتمد على السيلكشن اللي صاير عندنا فهلا لو كانت CN والـ S1 والـ S0 كلهم زيروز اوكي معناته الكاري N هون زيرو معناته هون مين رح يمرق البي زائد نفسها فهيك بتصير العملية A زائد B زائد 0 يعني A زائد B طب لو كانت 0 1 شو رح يمرق هيها هون شو رح يمرق إذا كانت هاي 0 1 أوكي فرح يمرق البي كومبليمنت هلا رح يسكر البث خليني أنهي وأرجع أعيد من هاي السيركت من أولها عشان الفيديو يتسجل معي أوكي فهلا رح انهي بترجعوا بعد 3 دقائق او 4 دقائق بتشبكوا وبنعيد مره ثانيه بالدياجرام هذا